شوي تجرأ وما ندري كيف الوضع. اكيد والله العظيم اني اشوف انا اعرف فكره الحين من نظره شوف شوف تسلسله في الاسئله انا اعرف كيف طلع عارف انه بيجيب اللقطه ذي يعني في البدايه خالد قام حتى ما قمنا نخاف حد بعدين سعود قام حسن حاله شوي 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 كل سما يا مسرقا ما بعدها انت قلت كنا سوا كنا محترمين البقره جاء هو قال يعني فجاه نزل عليهم الادب لا لا يقول يوم شفت قلت له يوم شفنا هو صدق كلنا يوم شفنا الوضع تركنا نحتفل ايوه تركونا نحتفل قال فجاه نزل عليكم الادب يعني لا قبل ما لانه ايش انت ما بتخرب الفقره يعني. لا ما بتخرب الفقره الاداره يا اخي امامك الاداره لازم تحترم الاداره اسمع قاعد اتحاكى معك يا ارجع عن هذه عن هذه لا ما في لا ليش والله انا راعش ليش تطالع ليش تطالع والله اني ما اعرف زاد انا ما ادري انا صح ولا لا يبغى لنا المري اي المري المري لازم يزعل يا احمد عنده فقره ها اوكي فقره احمد ها يا ليلى لا لا ادري تعال تبدا يا شاي قهوه يا قلبي ام صدى يا منيب بشيء فاضمين معتمرين الضحى والعصير مروحا يا سلام يا سلام جنبني يا حما مهجز عشا والله خير نار جوفي لو تنوش البريقيت فاوحا طيب سلامك طيب اسمع سلام يقول يا طويل العمر ومن يسمع يقول يبعد الشاعر عن الشعر قدر المستطاع سلام خص لا قده يذكره شيء ما يبيه وانا ما بين الركاده وبين الاندفاع اندفع واسمع ضميري وراي يقول ليه يا وجودي وجد من ضعت من عقبه وضاع وانقطع صوتي وندعي وردد هيه هيه وانت يا زين الملامح ويا زين الطباع صرت اشوفك في المباني واشوفك في الوجيه ماني يوم وادعك لقفيت ما احب الوداع ودامك لي بايع الوصل ماني مشتريه الروايه تنتهي دايم بموت الشجاع بين تلويحه دموعه وتلويحه يديه لك علي ماني بناسيك والدنيا متاع ولي عليك ان الخطا ذاك ما تشرح عليه الله تشرح علي الله الله سلام عليك عندك ابو اسلم ها سلام ننتظرهم ولا عطنا اللي عندك تنتظر انت عندك فقره عندك فقره ولا تبغى تقول شيء فقره والله فقره احنا ذا الحين جالس على ما يجتمع اسمع احمد عنده فقره انت بعده احمد عنده فقره انت بعده ايش رايك لانه هذا الوقت حاجز من اول خلاص يلا استريح عندك يا نرجع لك طيب غرد لا اله الا الله خلني بقلب نشوف عشان يجيني الدور وبقلبها انا اشوف حافظ شيء حبيبي انت عندك ارث في بيشه لا 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 يكون الشعار الله والله لاني لابس الثوب مو ثوبي يمكن احفظ اسلم اي اقول لك شيء من اللي حافظه طيب بسم الله يقول اقبل يحرك خطوه الرجل برهوق والقاع لو صافح خطاه يتشوك الله مخلوق لكنه مو بي مخلوق على بنات ادم وحواء تفوق عليه لبس يجمع الوسع والضوق وموسع بعضه وبعضه مضوق مر وتعدى ما بدا منه منطوق غير انه بجيش المفاتن مطوق مدام لا معوق ولا صايبه عوق وراه يمشي مثل مشي المعوق هذه اللافي اللافي الغداني عندك والله لافي روح والله قلبي معك يا لا خلا ولا عدم لا خلا ولا دم
جعل قلب ما يحبك يجاذبك كل ضيم لا تهن وتشتكي لا وجود الأنعام صار محالي صرمة الزارع الزارع محدود الشريم والله إن قلبي ما كلا لا خلا ولا عدم والله إن قلبي معك لا خلا ولا عدم لا خلا ولا عدم. عندك ابو اسراء وش عندي؟ تقدم شيء ولا؟ قصيدة ولا؟ يقول تخير لا لا تخير يقول لا طالت الخوة تبين العذاريب تعرف راح كبير ولا هماجة ابعد عن اللي لازع عليه ينكر الطيب اللي تقلب عشرته مع مزاجه الراق رقاها طوال المراقيب ونضاق ضيقها على دنات حاجة سلام 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 يقول اضحك ولا تشغل خطاياك بالك ما دام حتى الروح تامر عليها لو اني برضى بي واحد بدالك ما كان اطوفها وانا محتميها وما كان داري خاطرك وعنالك ودوي بنفس نضيقها محتديها واكثر عتابي وينك وكيف حالك وعيني من المشروه فيها وفيها كم كلمة توجع لا واقولها لك ولا يخليني غلاك حكي. عندك الشيخ ابو طالب بعد ابو طالب ما هو مشكله يا شباب بس باقي لبي لبي ابو طالب الرجال انتظر معك بس عشان ابو طالب بعدين ايش تشوف؟ اعطاني بس يوم طريت الشعر في بيشه ترى معروفين اهل بيشه من زمان بالشعر ولا تصور في باقي المناطق من ايام الدوله الامويه قد سمعتم بيت اللي يقول او شاعر ينقال عبد الله بن الدمينه الاكلبي انا صاحب قصيده الا يا صبا نجد متى هجت من نجدي لقد زادني مسراك وجدا على وجدي شلا اللي يقول يقولون ان البعد مدري ايش يقول بكل تداوينا فلم يشفي ما بنا الا ان قرب الدار خير من البعد على ان قرب الدار ليس بنافع اذا كان من تهواه ليس بذي ودي وله بيت شعري يقولون من اشهر ابيات الشعر بلغه ان حبيبته تسبه شوف البلاغه قال إن ساءني أن نلتني بمساءته قد سرني أني خطرت بالمالك السلام عندي يا شباب سلام في شيء عندي قول أبشر أبشر جايين شويات شويات بس هذه بهديها لكم بس أعطها صوت أعطينا صدى الله يستاهل يا مان إذا سمعك 25 دقة ميانة يقول شفت ننساك موتك لا تنساني فرحت عدوانك وعدواني دام الوله يطغى على عذرك يا مرحبا بك عذرك احياني ونساك موتك ليه تنساني فرحت عدوانك وعدواني دام الوله يطغى على عذرك يا مرحبا بك عذرك احياني يا مرحبا بك عذرك احياني يا معاذ سلام الله يعطيكم العافيه احمد دامكم جعلنا اكبر يا رجال يا الله فيك يا الله فيك يا الله ليه امزح الدمعات ولا صد عنها احرقتني دمعه من فوق خدي طيب دفع من ليله الفرقه زمانها خلاص خلاص واحده مشهد 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 الله المستعان الله ان الله يهديك يا ولدي ساعة 12 ما قد روحته أبويا أرحب كيف حالك؟ يا مرحبا أخبارك؟ ساك طيب بشرك الله كيف ماذا اللي شعاك؟ والله إني مشغول كنت مع ناس من شباب وكذا يعني مشغولين برا الله يصلحك يا أبوك الساعة 12 وامراعي صلمني العشاء والله المعذرة وقال يبغى حسابه وبيمشي الله يوفقك أبغاك ترقد بدري بإذن الله وبكرة الصباح نبره للحلال ونلفلفها ونعين لها من بدري على عيني وعين مجمعة كلهم انا فداك خشمك فداك من يشناك يا ابو الله يوفقك ان شاء الله ويسعدك يا رب دقيقه يا ابوي بس ابغى اشوف الجوال عن اذنك ما ذا اللي ما لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله وش بك ابشرك جاني قبول في البرنامج ها قبول في البرنامج البزنس وش هو برنامجه البزنس ها البزنس شوفه
ان شاء الله الله يوفقك يا ولدي. يا ملك الحمد الله يطلعك. دقيق ما تتقل لها. يقولون بعد بكره تجيهم. ها؟ بعد بكره. ها اسمع. ها؟ بعطيك زمل هنا تقولوا لحن. قم قم ابشر ابشر. قم قم قم. يلا علمني يا ابوي. قال جيت يا البزنس وانا واطمح بالاول باذن ربي اني اكمل للنهايه. جيت يا البزنس وانا اطمح بالاول باذن ربي اني اكمل للنهايه. ابني يندم الاول باذن ابني يندم ودول يا المدول هذا دم ناوي هذا مبتغاي. جيت يا البزنس وانا واطمح بالاول باذن ربي اني اكمل للنهايه. ابني يمدم ودول يا المدول هذه دمتنا وهذا عبد غاي. جيت يا البزنس وانا طالع بالاول باذن رب انه يحقق مبتغانا. واطمح بالاول باذن رب انه يكمل للنهايه. البزنس وانا طامح للاول باذن ربي لاكمل لنا النهايه. هذه دمتنا وهذا الله هاي ابني يمدم ودول يا المدول هذه دمتنا وهذه حقها. ابشر ابشر ابشر. ابني يمدم ودول يا المدول هذه دمتنا وهذا مبتغاه. شلوا سلام. ونعود على جلستنا في فقرة وين تبي؟ سيف كفو ابدعت 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 لب قلبي. هاكام سم شيء سريع علشان اوضح اني اجلس ليفي. تكفى يا سيدي. يا شباب نبي نجرب بعد ما يخلصون من وليفي. معي شباب جاهزين؟ يلا بجيكم. سولف عادي. يا شباب الاجواء الايام هذه امطار غزيره والواحد لازم انه ينتبه ما يروح في الامطار. اذا صارت امطار غزيره ما يروح للوادي ولا يروح لاي مكان. فهمتوا؟ الواحد احنا اسمع نصيحه بعدين. وين رايح انت؟ نصيحه. انت وين رايح زين؟ ما راح اكشت. ليه بغشت معي يا عيال؟ راح اكشت. اسمع الكلام. ما يسمع الكلام. هو دائما بس تفكيره تمشي مع الشباب وطلعت بس. سيارته صغيره. اسلم 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 اسلم. عمليات. توجه للوادي ما ادري شو اسمه. رحله في هناك تجمهر. يقولون السيول قاطع الخط. امنع الناس. سكر البيبان. سكر ذا هذا يرمى التليفون. يرمى مطافي بين طاف. يعني قد قشه ادخل حول. هلا قشه السيل قد علمناه لا تحول للوادي. ويش خذاه السيل ابشرك. يوه في ذمتك. ايه ما عاد الا الجيب بطايق منثر. وش لقيت؟ اسمع لقيت شيء. خلني ادور. رب راح. تقهوا يا عيال كشتتنا اليوم هنا. سمعتوا؟ ابشرك لقيت بطاقه. ها وش اسمه؟ مكتوب حمد سعود الاكلبي. خلاص ببلغ ورقه الحين. هذا من اللي هايطون يطبرون بشاصات. الله يرحمه. ما ادري هو حي ولا ميت. الله يرحمه. الله يرحمه. يا جماعه لقيت الجثه. اسكت عاد. في شخص مفقود اسمه حمد الاكلبي. الو ودي المستشفى. تسمعني شوي بموت. في شخص مفقود اسمه حمد الاكلبي. شخص مفقود في السيل في وادي. قوم قتل حمد الاكلبي. سعود الاكلبي. روح
ما رضى الدولة ما تقصر، تجينا رسائل إذا جات أمطار تجينا كلنا توعية رسائل، ترى اليوم فيها أمطار قوية، انتبهوا، اجلسوا بيوتكم، لا تطلعون. الشخص هذا ما اتبع لا نصيحتي ولا اتبع الرسائل اللي تجيه في الجوال، راح قبل نفسه للتهديد. نعم، فالواحد لازم ينتبه إذا جات، إذا شاف الأجواء فيها أمطار غزيرة ولا شيء، انتبه، يركض في بيته ويكشت في بيته، لا يكشت برا في وادي ولا يكشت في شيء ثاني. سلامتكم وعفاكم، هذه توعية بسيطة. وأيضا شكرا لرجال الدفاع المدني نعم في هذه المهمات يتعبون كثير، وشكرا لجميع القطاعات العسكرية. يعطيكم العافية. لا تطلع ثاني مرة، بيض الله وجهك يا حمد. رجلي مدينة. السلام عليكم. بدل الله صباحكم كل خير. ارحب. هلا 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 يا هلا. يلا حيه. يلا حيه. شوفك. يا هلا يا هلا. انتم ورد. جزاك الورد. يلا حيه. يا حبيبي.